يا جماعة طبعا يعني هاني مصطفى أول حاجة كابتن النادي الأهلي كابتن منتخب مصر أحسن لاعب في القارة سنة 70 وراح البرازيل مع منتخب أفريقيا وهذا الرجل طبعا يعني له تاريخ كبير جدا في مصر اللي أنت تعرفوش هاني لاعب النادي الأهلي أكثر من 15 أو 20 سنة هاني مصطفى أنا كنت متواصل معاه بصفة مستمرة هاني مصطفى عضو لجنة فنية للاتحاد الأفريقي 12 سنة حضر كل البطولات الأفريقية معانا في الاتحاد الأفريقي الحقيقه هو من الشخصيات اللي انا بحترمها جدا وانا صرت صديق عزيز سواء في النادي الاهلي او في الاتحاد الافريقي بعزيه وبعزي حياه اسره الرياضه عموما وانا حقيقه من اكثر الناس يعني تواصلا معاه قبل ما يعني يصيبه المرض ومرض حقيقه كان صعب جدا هذا المرض كان له اكثر من 4 أو 5 سنوات ما بيعرفش حد لكن حقيقه لرحمه ربنا انه لازم الانسان يتعظ من هذه الامور اللي بتمر بالبني ادم وانا حقيقه بعزي اسرته وبعزي اولاده وبعزي النادي الاهلي عموما وكله هي الناس اللي هم عاصروه والناس اللي ما سيبوش عنه والناس اللي حضروه. يعني حضرتك من الاصدقاء المقربين ليه كان بيحكي لك ايه وبيقول لك ايه في اخر ايامه؟ لا ما كانش بيتكلم خالص. اخر 5 سنين كان هاني يعتبر يعني فقد الذاكره تماما لكن قبل كده كنا بنتواصل وكان بيعرفنا ونقعد نتكلم معاه الى حصل طبعا دمج كامل في طبعا في السربرا المولية في المخيخ يعني اللي هو بيستفيد الناس دور النادي في الاخر ما كانش بيعرف اي حاجه دور النادي الاهلي فتره مرض الكابتن واقف معاه في كل الفترات النادي الاهلي لم يتاخر عن كابتن هاني مصطفى في اي لحظه من اللحظات دي طبعا حاجه النادي الاهلي مع كل الناس مع كل اولاده لا يتاخر ابدا سواء اذا كان بالزيارات او بالتواصل او بالمساعدات بكافي اشكالها وانا من الناس المكلف بان انا دائما اكون موجود في هذه الامور عشان بس اوري الناس النادي الاهلي لم يتاخر على اي بني ادم على اي لاعب او اداري او اي عضو في النادي الاهلي، النادي الاهلي هيئه الحالات دي الانسانيه دي لا يتاخر ابدا. طيب ممكن حضرتك زاروا معايا الخطيب زاروا معايا اكثر من مره وراح له في البيت وتواصل مع زوجته الحقيقه الحاجات دي يا جماعه ما فيهاش حاجه النادي الاهلي ما بيسازع ابنائه ابدا. تكلمنا كده عن طبيعه المرض اللي كان يعني بيعانوا منه، حضرتك وضحت لنا ان كان يعني بعد صراع طويل مع المرض راح عند ايه نوع المرض اللي كان بيعانوا منه؟ يعني مصطفى يعني جاله الحقيقه باركنسونز او جاله حاجه اسمها اللي هو الزهايمر طبعا مرض صعب جدا جدا عاش 10 سنوات في معاناه شديده جدا الحمد لله ربنا يعني رحمه ودي طبعا في ميزان حسناته الحمد لله. كلمه اخيره لاسرته يعني عندكم طبعا الاسره بقول لها يعني هذه الاسره يعني بتنتمي ليها كابتن هاني مصطفى يعني شخصيه رياضيه مرموقه ويكفي ان كل زملائه موجودين وكل من عاشروه وكل من دربهم هي موجودين الان هنا طاهر ابو زيد وهشام ياكل ومجموعه كل محمد سعد كل الناس اللي لعبوا معاه في الاولمبيكس جيمز كانوا موجودين ودي حاجه توري قد ايه الناس دي لها فضل. كلمه اخيره طب للكابتن ما انا اتكلمت كلمه اخيره قلت يا جماعه انا يعني بنعزي اسرته والنادي الاهلي وكل الحقيقه من العصر الكابتن هاني مصطفى